كذلك جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى تبني الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية، وأكد وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في إيجاز صحفي أكد استعداد بلاده وبقية حلفائها لفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا. ومن جانبها قالت ويندي شيرمان نائبة الوزير إن واشنطن تتوقع غزوا روسيا للأراضي الأوكرانية منتصف فبراير المقبل. مع تصاعد التوتر على الحدود مع روسيا تتكثف تصريحات المسؤولين الأمريكيين لوسائل الإعلام. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم بنفسه الملخص للصحفيين عوض الناطق باسم الوزارة في دلالة على حساسية اللحظة الراهنة. سوف نتمسك بسياسة الباب المفتوح للناتو، وكما قلت سابقا الرد الذي سلمناه للروس يلخص موقفنا المعلن الذي نلتزم به. الأمريكيون كانوا تقدموا برد مكتوب على مطالب موسكو دون أن يصدر توضيح رسمي بخصوص تفاصيل الرد. يقول المسؤولون إن الرد ليس وثيقة رسمية للتفاوض وليس مقترحا صريحا لما تريده واشنطن، ولكنه توضيح لبعض الأفكار للتعاون الأمني مع روسيا لحل الأزمة. في الأثناء تسعى واشنطن لحشد التأييد الدولي ليس فقط لمعاقبة موسكو، ولكن للتحسب لاحتمال قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في حال نشوب الصراع. صراع قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إنه وشيك وقد يتزامن مع انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر المقبل. لا شك أننا نرى أن هناك مؤشرات كثيرة على قرب استخدام روسيا للقوة العسكرية ابتداء من الآن وحتى منتصف الشهر المقبل. واشنطن وضعت نحو 8500 جندي في حالة استعداد للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا. بايدن بدوره لوح بتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في رومانيا وبولندا الأعضاء في حلف الناتو في حال الغزو الروسي. في مقابل اتهام روسيا للولايات المتحدة بافتعال التصعيد الحالي هربا من أزمات الداخل، تقول واشنطن إن سوء النوايا الروسية يبرر حالة من الاستنفار في داخل البلاد وخارجها حفاظا على النظام الدولي. عماد الرواشد، التلفزيون العربي، واشنطن. موسكو. ويبقى معنا محمد حسن من موسكو. محمد، بالتزامن مع هذه التطورات كان اجتماع لرباعية النورماندي لم تحقق أي نتائج وعد هذا الاجتماع، ما جوهر الخلاف هنا وكيف يؤثر هذا الخلاف على مجمل الأزمة بين موسكو والغرب؟ نعم فعلا، هذه المجموعة البارحة التأمت، وهذا ربما مؤشر إلى وجود مسار دبلوماسي وإن كان ضئيلا أو صغيرا ولكنه موجود. جوهر الخلاف في هذه الاتفاقات أو تطبيق هذه الاتفاقات، لأن كل من أوكرانيا والانفصاليين وقعوا على هذه الاتفاقات سنة 2015، جوهر الخلاف هو تسلسل تطبيق هذه الاتفاقات. الاتفاقات تقول أن أوكرانيا ستعطي منطقة الدونباس الانفصاليين في لوغانسك ودونيسك حكما ذاتيا، وبعد الحكم الذاتي تسلم لوغانسك ودونيسك الحدود الفاصلة بين أوكرانيا وروسيا إلى السلطة المركزية في كييف. بينما هذا هكذا ترى التطبيق الحرفي لهذه الاتفاقات حسب موسكو، وهذا ما تؤكد وتصر عليه موسكو. بينما كييف تريد شيئا آخر، تريد أولا تسليم الحدود ومن ثم تقول نقوم باستفتاء ومنح المنطقة حكما ذاتيا. الانفصاليين لا يؤمنون بأنه إن تم تسليم الحدود والمنطقة للسلطة المركزية في كييف سوف تعطيهم كييف أو تمنحهم منطقة حكم ذاتي، لذلك يصرون على تطبيق أولا الحكم الذاتي ومن ثم تسليم المنطقة. هذا هو جوهر الخلاف، أو ما يعني ما يقف عليه الطرفان ولا يدفع المفاوضات إلى الأمام. ولكن بالأمس اتفق المجتمعون وفي خلال بيانهم الختامي أن يعودوا إلى بلادهم، وبعد أسبوعين هناك لقاء آخر في برلين يعدون بأنه قد تتقدم هذه المفاوضات خطوة إلى الأمام. روسيا تطالب الغرب بالضغط على كييف لتطبيق الاتفاقات بنفس التسلسل وبالكامل، بينما هناك
محاولات إلى إعادة صياغة هذه الاتفاقات بما تسميه بعض الجهات سواء في كييف أو بالأمس من الرئيس الفرنسي ماكرون بتشكيل خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذه الاتفاقات، والمفاوضات مستمرة. نعم محمد، ابقى معنا، ننتقل إلى صابر أيوب من كييف. صابر، إذن تصريحات جديدة لوزير خارجية أوكرانيا، منها موجه إلى روسيا ومنها موجه إلى الغرب بمطالبته قوة ليست قوة ناعمة إنما قوة صلبة، ما أهم ما جاء في هذه التصريحات؟ بالفعل هذه التصريحات جاءت كرد فعل عن ما تم بالأمس، خاصة الرد الأمريكي الذي جاء نوعا ما معاكسا للرغبة الروسية في إبعاد أي تواجد غربي في أوكرانيا وخاصة حلف شمال الأطلسي. الأمريكيون واضح جدا أنهم رفضوا المطالب الروسية الكثيرة خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا. الرد الأمريكي جاء على مثل الموقف السابق، بقى ثابتا على أن أوكرانيا بلد سيادي يختار المنظومة الدفاعية التي ينتمي إليها أو التوجه الذي ينتمي إليه، ولا يحق لروسيا أن تقرر مصير أو توجه أوكرانيا مستقبلا. وبالتالي يبدو أن كييف الآن مرتاحة لمثل هذا الموقف الأمريكي. في البداية كانت هنالك تخوفات من أن تحدث صفقة بين واشنطن وموسكو لا تراعي المصالح الأوكرانية، لكن هنا ارتياح في أوكرانيا من هذا الجانب، من جانب الموقف الأمريكي وكذلك موقف حلف شمال الأطلسي. لكن الآن هي مخاطر مواجهة احتمال أو احتمالية اكتساح روسي للأراضي الأوكرانية بعدما فشلت روسيا في تحقيق مطالبها من الولايات المتحدة ومن حلف شمال الأطلسي. ما زالت هنالك مسارات دبلوماسية يمكن اتباعها، لكن بالنسبة لروسيا بات واضحا من أن الولايات المتحدة ترفض المطالب الروسية في أوكرانيا، وحلف الناتو سيستمر أو عضوية أوكرانيا في حلف الناتو ستدرس مستقبلا، وهذا بالنسبة للروس استفزاز على حدودهم الشرقية، وهنا احتمال الحرب أو احتمال الاجتياح الروسي يبقى قائما. لذلك وزير الخارجية الأوكراني صرح اليوم أن بلاده ستواجه مثل هذه الاحتمالات اقتصاديا وسياسيا أيضا. بلاده كما قال لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، لكن إذا اضطرت لذلك ستدافع عن نفسها. كييف ما زالت تطلب السلاح من العديد من الدول المنضوية في حلف الناتو، تصل شحنات من الأسلحة وإن كان بشكل أقل من عدة دول آخرها من جمهورية التشيك. وبالتالي الاستعدادات بالفعل هنا في أوكرانيا بعد الرد الأمريكي باتت لمواجهة مباشرة مع روسيا، خاصة وأن وزير الدفاع الروسي اليوم أعلن أن استكمال نقل القوات الروسية إلى بيلاروسيا على الحدود الشمالية ولا تبعد على العاصمة كييف كثيرا، تم نقل مقاتلات سوخوي ومعدات عسكرية وغيرها، وفي الجنوب كذلك في القرم تتواجد القوات الروسية وأيضا في الشرق. وهنا المخاوف باتت جدية بعد الرد الأمريكي الذي جاء سلبيا بالنسبة لموسكو. صابر أيوب من كييف، محمد حسن من موسكو، شكرا لكم.